اتفضلي يا طيب. احنا بنشكر فين طارق؟ احنا بعد اليومين او التالت يوم النهارده بنحاول اننا ناخذ يعني اسمها ايه؟ خلاصة من كل مدرب في خلال 3 لـ5 دقائق، وبعدين بيكون الحوار مفتوح ليكم كلكم. نبدأ بالأخت ميساء. السلام عليكم. بقدم نفسي انه انا يعني مهتمه بالشان النسائي والسوري حسره بسبب الاوضاع اللي عايشينها. يمكن الدكتور هاني اثار قضيه يعني بنفوسنا كثير قويه، اللي هي انه شو عم نقدم للناس وشلون نحن خدماتنا اللي عم نقدمها للناس. حقيقه شيء مؤذي جدا. نحن عندنا ملايين المتضررين بسوريا، وهدول طبعا اكيد العراق واليمن نفس الشيء، بس نحن كوننا سوريين عم نخدم هاي الفئات. الحقيقه يعني العمل اللي عم نقدمه هلا هو جزء من الخدمات اللي حابين نقدمها للمجتمع. وانا يعني بطبيعه عملي للنساء حصره، لانه في اذا بدنا نحكي المشاكل اللي عم تعاني منها المراه السوريه، من موضوع زوجات الشهداء، من موضوع الحاجه الملحه، من موضوع الاستغلال. دكتور هاني حكيت عن نقطة لامست الجرح، انه عم بيصير في استغلال للأرملة او اليتيم. الحقيقة بسوريا هذا الامر كتير كبير، حتى استغلال الى ابعد حد. ف يعني جهودنا وتدريبنا بهذا الفعاليات هون هو بيصب بهذا الاطار، اللي هي خدمة النساء بالطريقة الصحيحة اللي بتحفظ كرامتهم. نحن قدمنا تدريب، وانا سعيده يعني انه على الاقل طلعت بمخرج جيد من التدريب، انه في احد المجموعات قدمت فكره وماشيه فيها لتطلع مشروع، هو مشروع مركز دراسات وبحوث نسائي يعنى فقط بالاحصائيات ورصد وجمع المعلومات ورصد المعلومات الخاصه بالمراه والطفل مشان ينبنى عليها مشاريع. فعلى الاقل هذا المخرج بالنسبه لي من الدوره اللي قدمتها مهم جدا، وانا بتشكر الفريق اللي قدم هي الفكره، وبتشكركم انتم كمنتدى انه سنحتوا الفرصه للمدربين ليكونوا على تواصل مع الشباب ومع الفئات الشابه. يعني شكرا شكرا اخونا فادي، انت نظمت المؤتمر ده 3 ايام، انطباعاتك للناس عشان ايه؟ هيسالوك هم اسئله بعد كده. أنا شو بدي أعطي انطباعات؟ أنا يسعدني جدا الكلام اللي بسمعه من الناس. الحقيقة نحن سعينا دائما أنه نقدم الأشياء اللي هي منظمة ومرتبة إلى أقصى درجة، أنه نلتزم بمواعيدنا وأن يحضر يعني أفضل المدربين الموجودين حتى يقدموا لكم أفضل ما عندهم. أسعدني الكلام جدا، أحد الكلام اللي خبروني امبارح أنه البرنامج مقدم مجاني ولا تتعاملوا معنا بأنفة، فالبعض يبدو ذهب إلى أماكن أخرى وكان في تعامل يعني لا أدري ما هو، إنما نحن نقدم يعني أفضل ما عندنا، وهو ما يعني بالنسبة لنا الذي نقدمه هو واجب. يعني إحنا مش عم نقدم نتفضل على الناس، بالعكس هو واجب، لأنه إحساسنا بأنه المؤسسات الإنسانية اللي هي عاملة بالساحة تحتاج إلى رفع القدرات يعني دائما، مش منتقاصا منها، إنما دائما في كوادر جديدة بتدخل على المؤسسات وبالتالي تحتاج إلى هذا النوع من الشيء. المسألة الأخرى هو أتوقع هذا البرنامج كمان تشبيك، الناس يعني تتواصل فيما بينها وتحكي فيما بينها وتتعرف فيما بينها. فإنما كان بكلمة أحكيها بعد الظهر، الحقيقة الشكر هو موصول جدا إلى الأخ عامر اللي هو موجود معنا، والأخ عبادة. الأخ عبادة محمد، بس يا ريت تنده لعبادة. ومحمد ده مش نافع هو كمان؟ وماهر كمان؟ ها؟
لا هو انا هذكر احنا الفريق اللي موجود معنا طبعا مش فريق برضك قلتنا معاك موجودين معك. هو معنا الاخ احمد قلتنا معاك المسؤول خلاص نعم. فبس الحقيقة الأخ عبادة والأخ عامر يعني الجهد هو اللي شايفين قدامهم وتعبهم يعني للأمانة دائما يمكن المدير بياخد ال ياخد الشو بياخد الشو الله يجزيكم الخير. أخت خولة بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء جزاكم الله خيرا على هذا التنظيم البرنامج. نحن تحدثنا في البارحة كنا نتحدث عن ورشة دور الطالبات الجامعيات في منظمات المجتمع المدني. أنا حتى سألوني الطالبات إنه نحن نسجل وين، في دور الشباب ولا في دور المرأة؟ فأنا قلت لهم لا سجلوا في دور المرأة. كان هدفي الأساسي إنه المرأة هي الأصل عندما نبدأ في العمل مع المرأة الأصل نبدأ معها من الأدوار الأصغر حتى قبل ما هي تكون طالبة جامعية وقبل ما تكون امرأة، لأنه دائما الصورة الأخذة عن وضع المجتمع المرأة نحن عم نحكي بعد ما خلصت العمل وكذا وبلشت تشتغل في حياتها وبعدين نجي نبلش نحن نعمل معها. لا نحن كان هدفنا الأساسي إنه نحن نبدأ لا مع الطالبات الجامعيات، لا أصغر حتى مع الطالبات وهن ربما هن يافعات، لأنه اليوم مرحلة إنه نحن لما بدنا نكون الإمرأة ونركز على دورها لازم كمان نمكنها، لازم نأمن لها التدريب المناسب ولازم نستفيد من خبراتهن وهن طلاب في هذه المرحلة العمرية. نحن ركزنا مبارح حكينا عن أهمية العمل التطوعي في إدراج في إدماج وإشراك الشباب في منظمات المجتمع المدني. ثقافة العمل التطوعي اليوم أنا بقول الحمد لله رب العالمين تحولت الكثير من المحن اللي احنا عشناها في دولنا إلى منح، بحيث أنه نحن استطعنا نستفيد من طاقات كبيرة من الشباب. قبل ما تصير الثورات العربية بالمناسبة وأنا ممكن أحكي عن سوريا ما كان الشباب عنده ثقافة المساعدة لهالدرجة وأنه يعمل وأنه هيك، لكن بعد ما صارت الثورة مثلا الثورة في سوريا كثير من الشباب اليوم صار بده يساعد بأي شيء، بده يعمل أي خدمة ممكن يقدمها للناس حتى لو كانت شيء بسيط. هذه الثقافة اليوم نحن محتاجين ننشرها، محتاجين تكون هي عمل مؤسسي كمان. اليوم لما يعني دكتور هاني لما عم بتقول نحن لما عم نخدم اليتيم والطفل والأرملة هم اليوم رب العمل، أنا بقول لهم دائما للبنات في العمل التطوعي اليوم أنت تعملي عند أفضل وأعلى وأجل شأن في من رباب العمل وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا العمل في العمل التطوعي لا ينبغي ولا يكون إلا أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الثقافة مهمة كتير. مبارح كانت في مجموعات عمل، المجموعات تقسمت أنه يعملوا مشاريع، المشاريع كانت تحت عنوان صناعة الفرق وأنه نحن لازم اليوم نحدث هذا الفرق في المجتمع وأنه إن شاء الله يكون ملموس حتى نحول مثل ما قالت إحدى من الصبايا راح نحول الأمل الألم إلى أمل ومن ثم يكون في عنا إن شاء الله رب العالمين الأثر. شكرا لكم الله خير. وعن أختنا حنان لسه وصل أمس من اليونان من لندن يونان وحتعرفوا عليها النهاردة في ورشة أو ورشتين، وهي عندها جمعية عايز حتى أعرف أنت بقى زي كده معك ده ماشي حالة؟ ده ماشي لا الاثنين مع بعض هاتي أوكي تفضل. السلام عليكم. حنان العاشق طبيبة نفسية والحمد لله عندي منظمة خيرية في اليونان متسجلة في بريطانيا وفي اليونان نساعده في اللاجئين النساء والأطفال وأي حد محتاج مساعدة، يعني أي رجالة صار لهم أي سجن أو مشاكل أو أي حد عنده إعاقة نساعده فيه في السكن ونساعده فيه في مساعدة طبية عمليات مساعدة. عنا مكتب لجوء يساعد اللاجئين أن هم يطلعوا من اليونان أسرع أو على الأقل ياخدوا اللجوء متاعهم في اليونان. ما نساعدوش بس في السوريين، نساعدوا في اللاجئين كلهم، لأن لو الواحد هيمشي بطريقة الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال ساعدوا كل الناس مش المسلمين بس، فإحنا نساعدوا كل الناس. وهذا نوعا ما ممكن تقولوا عليه نوع من الدعوة لكن بسيط من بعيد. فشكرا للدكتور هاني وفادي ورواد والتيم كله أسمائهم أنا ما عارفاش اللي يخدموا، وشكرا على كل حد اللي جي اليوم، الناس اللي عايزين يعرفوا أكتر عن العمل الخيرية وكيف ممكن إن احنا كأمة إن نساعدوا بعض ونتحسنوا ونرجعوا للأمة زي ما هي مفروض تكون. فشرف لي أني نكون موجودة اليوم. أسفة أنني جيت أمس لأن كنت في اليونان عندي خدمة، كنا ندوروا على طفلة عندها 4 سنين مسجونة
متفرقة عن أمها، فاضطريت إنه نقعد، لكن أهو أنا جيت اليوم وشرف لي وإن شاء الله خير. يلا. تجي على بعض كده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما تصلوا على النبي كده وانتوا قاعدين، فمش حد صلى على النبي، يصلوا على النبي برضه. طيب، يعني عشان الثلاث دقائق اللي قيلت، عشان نلخص بس اللي احنا كنا بنتكلم فيه، فانا ألخص في الحقيقة في قصة صغيرة. يحكى ان صيادا فقيرا في يوم من الايام وجد جوهرة عظيمة في بطن سمكة، فأخذ هذا الصياد الجوهرة لينتفع بها. ذهب إلى أحد الأسواق فقال للتاجر: أريد أن أبيع هذه الجوهرة. فنظر إليها التاجر وقال: والله ما رأيت مثلها قط، وإني لا أستطيع أن أوفيك حقها، ولكن اذهب إلى كبير التجار لعله يستطيع أن يوفيك حقها. ذهب الرجل، أخذ الجوهرة إلى كبير التجار. كبير التجار لما رأى الجوهرة قال: والله ما رأيت مثلها قط، وإني والله لا أستطيع أن أوفيك حقها، ولكن إذا أردت فاذهب إلى أمير البلاد فهو فقط من يستطيع أن يوفيك حقها. ذهب الصياد الفقير إلى أمير البلاد وأراه الجوهرة، فالأمير قال له: والله لم أرى مثلها قط، ولا أعرف كيف أوفيك حقها، ولكن ركزوا، ولكن امكث في قصري هذا 6 ساعات، فخذ منه ما شئت واحمل منه ما شئت من الذهب من الأموال، وإذا انقضت ساعاتك 6 فاخرج من القصر. اتفقنا ولا إيه؟ اتفقنا. دخل صاحبنا الصياد إلى القصر وقال: والله إنها 6 ساعات طوال، فأحمل منها الكثير. ودخل وهو في الطريق كده قاعد يتفرج بقى على طرقات القصر، فوجد طاولة ممهدة طويلة من الطعام والشراب، فقال: يعني والله إني لا أكل فأتقوى حتى أستطيع أن أحمل أكثر. فدخل فأخذ يأكل ويشرب، بدأ يمضي الوقت، ثم هو يسير فنظر، ويعني لسه فيه 6 ساعات، ووجد غرفة فيها سرير كبير ممهد، فقال: والله إني أستلقي شوية كده هنيها حتى أقوم وأنا مرتاح وأعرف أشيل ذهب وأموال. ودخل صاحبنا الصياد ونام على هذا السرير، ورأى في المنام أنه أصبح من أثرى الأثرياء، رأى قصورا ورأى أموالا، ولم يستيقظ إلا على صوت الحارس ويقول: يا هذا انهض، فقد انقضت ساعاتك 6. الراجل يقول له: كيف انقضت ساعاتي 6؟ قال: انقضت ساعاتك 6 فاخرج الآن. قال له: اترك لي نصف ساعة، اترك لي 5 دقائق، اترك لي دقيقة. قال له: انقضت ساعتك 6. خرج هذا الصياد الذي كان يحمل جوهرة عظيمة ثمينة من هذا القصر كما دخل، بل حتى أكثر خسارة مما دخل. كان داخل هو معه جوهرة، والآن يخرج حتى بدون هذه الجوهرة. أيها الأحبة الكرام، أنا أقول دائما أن أعلى استثمار هو الاستثمار البشري. حينما تستثمر في نفسك، حينما تبني وتستثمر هذه الساعات 6 التي هي عمرك، الله تبارك وتعالى قد وهب لك هذه الجوهرة العظيمة وهذه الحياة وهذا العقل لكي تستثمر ولكي تعمر في نفسك ولكي تعمر في الأرض. السيدة عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنه كان قرآنا يقف يمشي على الأرض، كان قرآنا متحرك. هكذا هي الأفعال، الأفعال تتحرك لا تقف مكانها. فنحن أمرنا أن نكون فاعلين ومتحركين وإيجابيين نحو أنفسنا أولا، لكي نستطيع بالفعل أن نتحرك نحو هذه المجتمعات التي أمرنا أن نعمر فيها. جزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الإطالة، وأتمنى فعلا أن نستثمر في هذه الأوقات وفي هذه الجوهرة العظيمة التي وهبنا إياها. جزاكم الله خيرا. يعطيكم العافية، شكلكم مندمجين حدكم. شوفوا، بقول لكم شغلة يعني جدا مهمة لازم تعرفونها. الله سبحانه وتعالى، لا تعتقدون ظهوركم أو حضوركم هذا هني هي صدفة. الله جمعنا كلنا، يمكن احنا عطينا شوية علم، انتوا عطيتوا شوية علم، الله عطانا هذه الفرصة لهدف، اللي يتعلم معلومة،
اللي غير فكر، اللي يتخاطب بطريقة مختلفة، اللي يبدي ينفتح له أفق أخرى. فلا تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى جمعنا تحت هذا السقف عبثا. اليوم كلكم ستصبحون رسل، رسل لحمل إعمار هذه الأرض. اللي عندنا إحنا كمدربين أعطيناكم إياه، واللي أنتوا عندكم صبرتوا علينا هالثلاثة أيام هم عطيتونا إياه، ما قصرتوا. لكن اليوم الدور يطلع من عندنا لعندكم، الأمانة طلعت من عندنا لعندكم. اليوم أنتوا اللي تتحركون مو إحنا. إحنا خذينا عصاية الماراثون وعطيناكم إياها بكل اللي قدرنا عليه. فالله سبحانه وتعالى لما أعطاكم هذه الفرصة وجمعنا تحت هذا السقف، وما قصروا الجهات المنظمة على أن يجمعونا هذا الجمع الطيب، اليوم أنتم مسائلين قدام رب العالمين أن تحملون الرسالة وتعمرون في هذه الأرض باللي تقدرون عليه، بالحارة، بالعمارة، بالمنطقة، بالجمعية، باللي تقدرون عليه، وسلامتكم وتعيشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. يعني احنا مظبوط، تكميل للكلام اللي حكى سابقا ولأختنا معالي، احنا يمكن جايين من محلات مختلفة بتجارب متنوعة، كل واحد فينا عنده قصة وكل واحد عنده حكاية، بس جينا على هاي الغرفة في كتير من الحب والاحترام المتبادل، وتناقشنا في شغلات كتيرة كبيرة وصغيرة، وحكينا فيها مطولا وقصيرا، ولكن في النهاية في نقطتين أساسيات بدي أحكي فيهم. أول إشي مبدأ الخلافة في الأرض، واللي نحكى أكتر من مرة قبل هيك، لازم نخليه دائما نصب عيوننا، ما نفقد البوصلة. إحنا ليش موجودين في هذا المكان؟ ليش موجودين في الحياة اللي إحنا عم نعيشها، في الظروف اللي إحنا عم نعيشها هلأ، إلا لسبب، فإنه ما نفقد بوصلة الأخلاقية في المقام الأول وفي الدور الأول. والمسألة الثانية، ما نفقد بوصلة خدمة الناس إلى أحسن مستوى. قيمة المرء فيه ما يحسنه، صح؟ هاي مقولة عن، يمكن أنا ما حكيتهاش بالضبط، بس قيمة كل امرئ بما يحسنه. فأحسنوا خدمة الناس، وأحسنوا خدمة أنفسكم بدوركم في الخلافة على الأرض، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع. جزاكم الله خير. دلوقتي الجلسة مفتوحة لكل واحد فينا اللي هو أنتم، يعني يقول تعليق أو يسأل سؤال من هيئة المستشفى. ها؟ للهيئة. أنت عملت نفسك هيئة؟ الله العظيم. بقى جمعية وبقى هيئة، خلاص وأنت قاعد كده. طبعا الجمال في المنصة أن فلسطين، الكويت، مصر، أنا صنفك إيه أنت؟ ليبيا. عشان خاطر أنا بحب ليبيا. سوريا وسوريا ولبنان. فالحمد لله. وبعدين طبعا تنوع، ها؟ لا ما تتدخليش في السياسة، ما لنا دعوة بالسياسة. فين اليمن؟ ما انت قاعد اهو. موجودة اليمن. لا معالي، الكويت واليمن. الكويت واليمن. اثنين في واحد. فأي سؤال، أي استفسار، أي تعليق، أي حاجة. ها؟ تفضل. تعال هنا بس عشان ايه؟ تواجه الجمهور، لأن جزء من كلامنا وإلقائنا إنك تتدرب على مواجهة الجمهور. بس أوجز. والله مشكلة مواجهة الجمهور صح. لا ما لازم. أنت فكرني يعني أنا خلاص ما عارف أواجه الجمهور. أنت أنت تواجه الجمهور. أمس مواجهة. السلام عليكم. خل بشراسة. طبعاً نشكر الاتحاد وجزاهم الله عنا كل خير على هذا نشكر الاتحاد والكادر على جهود العظيمة اللي قاموا فيها. يعني والله ما في كلمة أعبر فيها عن الأساتذة والمدربين. وفي استوقفت مع الآنسة بمداخلته، ولأنه كنا مغيبين وبسبب الأزمة اجتمعنا، فالحمد لله أنه انتقلنا من كشباب وكأمة عربية، انتقلنا من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة.
يعني من 10 سنين إذا تقعد تفهم الشاب إنه الظلم والقهر لازم تكون حر بتفكيرك ونرمي الأحقاد وهاي، يعني ما راح ما كنا راح نستوعبها من 10 سنوات. أما الآن الأزمة والتشرد والظلم الواقع علينا خلانا نستوعب المشكلة ونستوعب المؤامرة وصارت علينا كدول عربية وإسلامية. وشكرا لكم الله خير. حد ثاني يا شباب؟ تفضل. مداخلة موجهة إليكم أنتم كأساتذتنا. ممكن تقف هنا فتبص للجمهور ولينا مع بعض، فيبقى كده خدنا 2 في 1 برضه. موضوع التطوع والعطاء تعلمنا معكم ما شاء الله بهاي 3 أيام ثروة كبيرة جدا. بس مرة سألت الأستاذ طارق سويدان، قلت له إحنا دائما راح نكون متطوعين، دائما راح نكون في الفرق التطوعية، راح نبذل حياتنا نخدم الناس والإنسانية. بس قال اذا ظل عمرك كله هيك هذا خطا، لازم تشتغل انه انت اللي تلزم، انت اللي تسيطر. قال اذا ظليت هيك قال الحكومات راح تظل تبتعد الحرائق وانت تطفي. قال انت امكانياتك محدوده. احنا ليش نبتعد عن السياسه استاذ؟ احنا ابتعدنا عنها، انتوا الناس الصالحين فامسكوها الناس الطالحين، صح ولا مو صحيح؟ فلذلك السياسه مو حرام، فاحنا لازم نحفز نفسنا ونحفز اخوتنا واولادنا واهلنا انه احنا اللي نلزم اوطاننا، احنا اللي نتمسك بيها، احنا القادة اللي نكون اللي نعالج هذا الشيء، راح تكون امكانياتنا اكبر لاطفاء الحرائق. شكرا جزيلا. من اخر؟ تفضل. اهل اليمن جايينهم، اهل الحكمة والايمان والفقه وايتاني من دي ولا القات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد قربت لقيت يا دكتور شكلك في اليمن. لا إذا نجرب لك يوم نعزبك إن شاء الله. دخلت سجارتين فقط. باقي لقيت مرة واحدة. أبداً أبداً أبداً. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي جميع المشاركين، أحيي الدكاترة. صراحة استفدنا في الدورة، كانت نقلة نوعية لنا كوننا نشتغل في المجال الخيري والعمل الإنساني، بالذات مع الأستاذ معالي والأستاذ طارق في المشاريع. وكنت أتمنى صح انحرفت الدورة عنوانها قليل عن دور الشباب في المجتمع والمرأة. لو كانت المرأة الدورة كانت باسم إدارة مشاريع BMB، هذا اللي يسموها، كنا نستفيد أفضل بإدارة المشاريع وتخريج المشاريع يكون بشكل أوضح، أو أنكم ترتبوا دورة لهذا الشيء. لأنه صراحة كانت الدورة بالفعل عملية استفدنا فيها أفضل من كان تلقي، وأسلوب التلقي هذا انتهى يعني دوره، فكان صراحة استفدنا كثير. وجزاكم الله خير، كتب الله أجركم إن شاء الله. احنا بنأمل أن انت ترجع اليمن وتعمل مشروع اسمه يمن بلاقات. موجود ها؟ عارفها أنا طبعا. بس فشلة ولا مش فشلة؟ لا مش فشلة، ناجحة. طب كويس كويس. حتى تاني من الشباب والشابات تفضلي. يمن بلاقات ده بقى لها 10 سنين او 12 سنة. لا تفضلي تفضلي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وطبعا شكر خاص في البداية لاتحاد أيتام، طبعا جهدهم كان رائع جدا في التنظيم في العمل في الاستقبال كل شيء. الله يبارك فيهم كفريق كامل، وإخوتنا المحاضرين المدربين بارك الله فيهم، اقتطعوا من أوقاتهم يعني وإجوا يفيدوا الجميع إن شاء الله، وكلنا إن شاء الله استفدنا من هذه الدورة. حتى لو كنا نعمل أي شيء ممكن ناخده كخبرة برضو زيادة في خبرتنا، وبرضو في نفس الوقت بنطور أنفسنا أكثر بكل فكرة بيطرحوها وبكل هدف حققوه. إحنا كمان إن شاء الله نكون على نفس الدرب، وبشجع كل الشباب وكل النساء إن شاء الله أن نسير في هذه المسيرة وأن نحقق ما يعني يهدف إليه ديننا أو ما يطلبه ديننا، أنه ننجز على هذه الأرض وأن نكون خلفاء إن شاء الله صالحين في هذه الأرض. طبعا هي خلاصة الدورة كلها أو المؤتمر كله طبعا اللي طلعنا فيه أنه الإنسان يجب أن يكون قليل الكلام كثير العمل.
هذه أهم نقطة أنا وجدت أنها هي الهدف الأكبر والأسمى في هذه الدورة وهذه الورش. فالإنسان فعلا يكون قليل الكلام كثير العمل، مش دائما نتكلم نعمل نعمل وإحنا نعمل القليل، ولا نقدم الكثير ولا نتكلم، نجعل العمل بيننا وبين الله عز وجل. ونصيحة تنموية أو تخص التنمية البشرية من دكتورنا الأستاذ ياسر، أنه فعلا الإنسان لا يقف ولا ييأس بل يثابر ويتقدم. وشكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. تفضلوا. اهلا 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 بالشعر. هو فين الشعر وصل؟ تعال ادينا حته بقى. ها ها مش فاهم. بس ما كلهم عارف. السلام عليكم. الحقيقة يعني بس حبيت إنه يعني أشيد بأمرين كان متميز يعني كان متميزين يعني جدا في هذا الموضوع. الأمر الأول قضية النفسية اللي رايحة تواجه هذا الموضوع النفسي. يعني الإنسان لما يروح بعمل خيري بعمل إنساني، ما هي دوافعه وما هي يعني نفسيته تجاه هذا الأمر؟ إذا كانت نفسيته هو مجرد رايح لأجل شو ورايح لأجل مظهر أمام الناس ويصور سيلفي مع الناس اللي قاعد يعطيهم وكذا، هذا قاعد يسعى في هلاك نفسه وقاعد يعني قاعد يهدم دينه ودنياه. فهذه أول قضية. والأستاذ هاني اللي نبه عليها قضية إنه أنا رايح أنا خادم، أنا أنت يعني العفو، الإنسان لما عموما يعني هذه في العلاقات الإنسانية عموما لا فقراء ولا أغنياء. أنت قضية الأستاذ هنا أنا ما أعرفه، إيش تعاملي معه؟ إيش نظرتي؟ هل نظرتي تكون أن أنا خير منه مثل إبليس؟ أعوذ بالله. حتى غير المسلم، يعني الإمام أبو حمد الغزالي يقول إن رأيت صغيرا قلت هذا لم يعص الله وأنا عصيته، وإن رأيت كبيرا فقلت هذا عبد الله قبلي، وإن رأيت عالما فقل ماذا؟ أن هذا عرف الله أكثر مني، وإن رأيت كافرا قلت هذا لعل الله يختم له بالحسنى وينسل من كفره كما تنسل الشعرة من العجين، وأنا لا قدر الله أكفر. وإن رأيت عاصيا احذر أن تحتقر عاصي. أنت المفترض أن تكره العصيان ولا تكره الإنسان العاصي، لأنك بالمفترض يعني لو كنت ستكره العاصي وتحتقره فالمفترض أن تحتقر نفسك، إلا إذا كنت أنت مو عاصي يعني. فلذلك النظرة والنفسية اللي راح تروح لهذا الإنسان جدا مهمة، جدا مهمة، وراح تحدد كثير من السلوك اللي راح يصير. هذه أول قضية. القضية الثانية حقيقة أني نسيتها، كانت متعلقة بش اسمه تمام من الأشطاجين، اللهم صل على سيدنا محمد. هو هتفضل كده يعني اول ما تقعد على الكرسي تيجي على طول. بالضبط، والله انا عارف يعني انا قاعد انتظر. اقعد على الكرسي وارجع. تمام ربنا يكرمكم. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير. طيب مش مشكله. حد ثاني يا شباب؟ تفضل. وبعدين الاخت اهل غزه. تفضل. أول شيء أنا بحب أتشكر اتحاد رعاية الأيتام كمشارك وليس كموظف اتحاد رعاية الأيتام. بحب أتشكركم على الورشات والمبادرات النوعية صراحة، لأنه فعلا كانت نوعية وخلقت أثر عنا. أنا كشخص عندي مبادرة في تركيا في اسطنبول، مبادرة شبابية مجتمعية بفضل المدربين الأكارم. صراحة تعززت عندي هي المبادرة، تعززت عندي هي الفكرة وخلتني اتمسك فيها بشكل أكبر. والله يعطيكم العافية وشكرا كثير لكم على وجودكم معنا. أهل غزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جميعا إخواني أخوات الكريمات. يسعدني أن ألتقي بهذه القامات التي نرى فيها الأمل من وسط الألم. الأمة كلها تعاني، كلها تنزف، لكن الحمد لله الأمة فيها الخير الكثير، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أولا أشكر القائمين على هذا العمل، من عرف ومن لا يعرف، فمن لم يعرفه الناس يعرفه رب الناس، هذه لابد أن تكون راسخة في أنفسنا جميعا. ثانيا أشكر الإخوة والأخوات التي قاموا على التدريب فسعدنا بهم، وفعلا كانت هناك تبادل خبرات، نسأل الله عز وجل أن يبارك بها وأن ينفع بها الأمة. بالبداية لي تعليق وتنبيه إن شاء الله وتوجيه. بالنسبة للتعليق إخواني أخواتي الكرام والكريمات، من لم يعني العاقل من يتعظ بأمسه ليجتهد في يومه، يعني كل يوم أنت تصبح فيه معافا في بدنك، سالما في جسدك، عندك قوت يومك، فأنت تملك الدنيا، أنتم ملوك، هذه النعمة لابد أن نحدث أنفسنا بها. أما بالنسبة للتوجيه، اقرأوا، نحن أمة اقرأ، العلوم هناك مقدسة وفيها الخير الكثير، تريد من أن يفتش عنها وينبش عنها، لأن من يقرأ هو يقرأ يعني يشارك عقوله عقول الآخرين، يقرأ الماضي ليعيش الحاضر ليصنع المستقبل. أما بالنسبة للتوجيه إخواني الكرام، يقول الراشد بارك الله فيه وجزاه عنا خيرا: إن الدماء التي تسيل كل يوم هي تريد منا أن نعاهد أنفسنا أن نسير على دربها حتى نكمل ما بدأوه. أمانة في أعناقنا هذه الدماء التي تسيل هنا وهناك، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويبارك لنا جهودنا. ونسعد جدا بالدكتور هاني جزاه الله خيرا، فكان يعني نبراسا عندي، هناك مبادرة يعني تحدثني بها نفسي من زمن، لكني من الآن إن شاء الله سأنطلق بها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جهودنا جميعا، وبارك الله فيكم. شعر، تعال يا ابو شعر انت. بالختام انت اول الشعر بتاعنا القبله. انا قلت الشعر في الاول ما سمعتوش، انت مستوى راقي مش كده ولا ايه؟ ده تعتبره شعر ده اللي انا قلته؟ شعر والله، ده شعر، ده شعر كيكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كلمة من القلب صغيرة جدا، من خلال ما شاء الله المدربين والدكتور، تعودنا أو سمعنا يعني كلمات عن الخلاف أكثر شيء والأخلاق، ولكن من الأجمل أن تجدها متجسدة تجسيدا عمليا، يعني التجسيد العملي للأخلاق أنا وجدته وشعرت فيه قبل ما يتكلموا عن الأخلاق، قبل ما يتكلموا عن الخلافة، فهذا يعني من أجمل ما يكون. ما شاء الله يعني بجميع المدربين، بالقائمين على العمل، يعني فعلا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني بصراحة يعني حضرت كثير من ورشات العمل والمؤتمرات هنا وهناك في يعني دول مختلفة، ولكن هنا والله لأول مرة أجد التجسيد العملي للأخلاق للتعامل من خلال حتى الواتس، يعني قبل أني أتي على الورشة، من خلال ما شاء الله يعني لم أعرف إن اسمه عامر ولا اسمه عبادة ولا حضرته الأستاذ فادي، لا أعرف أسماءهم، ولكن وجدت في التعامل في هذه الورشة شيء رائع جدا، شيء جميل جدا، يعني فعلا بارك الله بكم وأمدكم، ونطالبكم بالأكثر بالكثير والأكثر، يعني لا نريد أن نقف عند هذا الحد. نعم، دور المرأة والشباب هو من أهم يعني العبارة، الورشة عنوانها يتكلم، محور أساسي في الحياة، الشباب هم أمل المستقبل، هم حياتها، هم نبض الأمة، هم من سيعيد لنا الأمجاد، الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. المرأة هي الأساس، فهي الأم، هي التي تربي هذا الطفل الذي سيكبر وسيكون شابا، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي التي صدقا الآونة الأخيرة. المرأة السورية بعد هذه الحرب وبعد هذه الثورة التي تعرضت له، يعني
لا تتحمله الجبال، لا تتحمله الجبال أبدا. تعرضت يعني إلى الكثير الكثير، لا يوجد، والحمد لله يعني صحيح يوجد نسبة قليلة ويعني لا تذكر، ولا ننظر إلى النساء اللي النقاط السلبية لهم، ولكن كثير أثبتت دورها في المجتمع، أثبتت صلابتها، يعني أثبتت أنها قادرة على أن تكون شامخة، أن تكون عزيزة، أن تواجه مهما كان من الصعوبات، ويعني التي أرسلت أولادها والتي دافعت والتي عملت سواء في الغيب أو في الحاضر. إذن التجسيد العملي هي حبيت أحكيها. النقطة الثانية هي نحن حضرنا بهاي الورشة 21 ساعة. هاي ال 21 ساعة أنا بالنسبة إلي، ويعني أكيد إن شاء الله تعالى بالنسبة أيضا للحاضرين، هي حجة علينا. يعني 21 ساعة نحن كلياتنا عنا أعمال، كلياتنا تاركين بيوتنا أعمالنا، هذا الوقت محاسبين عليه أمام الله تعالى. هذا الوقت يجب أن نخرج جميعنا بمخرجات عملية. شبعنا شعارات، لا نريد شعارات، لا نريد كلام، لا نريد فقط ورشات مثلا كتابة، لا لا، هي خلص يعني في كانت في وقت ماضي ساحق. نريد أيضا تطبيق يعني عملي إن شاء الله تعالى. يعني أنا بالنسبة إلي إن شاء الله هيك حيصير في تشبيك علاقات أيضا مع الأخوات والمدربين الموجودين هون، والله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم. جزاك الله خير. ها مين تاني؟ تذكرها تبتعالى نديله استثناء، لأنه هو ألقى قصيدة الإمام علي أمس وكلنا أعجبنا به. أقل منك. لا لا استغفر الله العظيم، أنا آسف يعني على الإزعاج يعني. خلاص يا جماعة، القضية كانت هي قضية التمييز بين الإنسان اللي أتعامل معه في قضية العمل الإنساني والخيري. جدا أحببت هذه النقطة من جميع المدربين كان مشترك فيها، اللي هي كانت مثل ما قلت يعني عدم التمييز. فأنا يعني الله جل جلاله في القرآن يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. صحيح. فإذا أنا يعني هذه المشكلة، الإنسان اللي يقول لك يجب أن تكره غير المسلم ويجب أن تبغضه ويجب كذا، ويستدلك بأمور يعني يقتطع من هنا ويقتطع من هنا من هذه الأفكار المتطرفة. كيف يبيح الله جل جلاله لي الزواج من الكتابية وأنا أبغضها؟ وكيف يأمرني بالبر بهم وأنا أبغضهم؟ لا، من الأحاديث التي يعني أغلبنا يعرفها، التي هي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أعتقد الجميع يعرفها. هذا الحديث متى قال صلى الله عليه وسلم؟ قال سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، قاله لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب وهو ذاهب إلى المعركة التي هي نعم التي هي في خيبر، حينما قال: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. يعني تخيل هو رايح وين؟ رايح يقاتل ناس أعداء اعتدوا عليه، قاعد يقول له إيش؟ قاعد يقول له: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يعني ترى انتبه، احنا مو رايحين متعطشين للدماء رايحين نذبح الناس، لا، هو في الأساس الهداية والرحمة هي الأساس في دعوتنا. يعني احنا مش متعلقين في القتال، احنا يعني قصدي مو ناقصنا دماء يعني حتى نقتل بالعالم. فهذا موضوع. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة فقام لها، كان بجانبه يعني بعض الصحابة، فقالوا له إنه بالضبط من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: أليست نفسا؟ أليس بالضبط، أليست نفسا؟ فالإنسان يتعامل مع البشر جميعهم على أساس أني أنا يعني أحب الخير للجميع وأحب الجميع. أنا أحب الكافر لكن أبغض كفر الكافر، وأحب المسلم وأحب السني وأحب الشيعي وأحب البدوي وأحب الحضري وأحب المعتزلي وأحب الزيدي وأحب الإباضي وأحب الناس جميعا، وأحب لهم الهداية وأرحمهم وأسعى لأن أهديهم، ولأسعى أن أصل يعني من قال أني أنا أحسن منهم يعني. فلذلك طبعا هذا ما يعني أني أنا أقر شخص مختلف عني، قصدي بأفكاره، لهم دينهم ولي ديني، لكن الموضوع أسمى من هذا. الموضوع متعلق بمساعدة، برحمة أنت تنقلها، تتخلق بصفات الله عز وجل، حينما يكون الله جل جلاله الاسم الذي يعرف نفسه به دائما الرحمن الرحيم. وشكرا جزيلا.
طيب آخر تعليق من الأخت وبعدين حنختم بأخونا الشاعر. اسمك إيه؟ علي إسماعيل. علي إسماعيل الكومبوزر. آخر اليوم مش دلوقتي. طيب خلاص يا علي خليك بقى لبكرة. أنت بكرة مش النهاردة. خلاص بقى ما احنا قاعدين بكرة برضك. أنا فاكرك إنك دلوقتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الجميع وأشكر جميع المدربين من الكل استفدنا. بالنسبة لي خرجت يعني في تلخيص من الجميع بالشعار اللي هو فعلا وجود الألم فصنع لنا الأمل ثم يأتي من العمل ثم يبقى الأثر، فهذا اللي فعلا نخرج فيه. طبعا الكل مجمع على فعلا إحنا خلفاء الله في الأرض، فخلفاء الله في الأرض في إيش؟ في كل شيء صح، في الخلق، لكن فعلا حتى يبقى الأثر لابد من التخصص. سأكون خليفة الله في هذه الجزئية صح، بأخلاقي صح، بعملي صح، بكل شيء، لكن سأكون حتى يبقى الأثر زي ما ذكر الدكتور هاني صناعة الحضارة وبالخطوات اللي أخذناها كيف يبقى للأثر بهذه البصمة اللي هي التخصص بجزئية معينة فعلا يبقى لها الأثر. وجزاكم الله ألف خير وإن شاء الله نتقدم. طيب اخر تعليق عشان ناخد الايه الاستراحه وننطلق بقى الايه الشعر مع الحي له اخر النهار هنحل بيه ده. عامر، مين عامر؟ عامر عامر تعال اسمع. ايه هيتكلم؟ ايه طيب تعال قول نشيد يا عامر. مديح الان ما انت الواحد دلوقتي واحد في الختام. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أول شيء أول جلسة كان عم نحكي عن الأمل. حبلش. كنا عم نحكي عن الأمل والتفاؤل، فممكن أقدم شيء يحكي عن هذا الجانب. سنبقى نغني ليبقى الأمل ليزدان فينا ربيع المقل، نسير على الدرب لا لن نمل، فمن سار في الدرب حقا وصل، سنشدو خيا بصوت نبيل على لحن صوت وحب نبيل، ولسنا نبالي بليل طويل مع الله، لسنا نرى مستحيل، هيا غني لنا كي نرى حلمنا، هيا غني لنا كي نرى حلمنا، كن صديقي في طريقي كي ننال المنى، عزيمتنا تتحدى الصعاب وآمالنا فوق هام السحاب، وفينا سيشرق فجر الشباب بنور الهدى وبنور الكتاب، هيا غني لنا كي نرى حلمنا، هيا غني لنا كي نرى حلمنا، كن صديقي في طريقي كي ننال المنى. طيب ها ملخص كل ورشة الملخص. طيب عايزين تجيبوا مين؟ عندنا اثنين بيقولون الملخص. عبد الله بيلخص لنا دقيقتين يا عبد الله. طيب ايوه، منو الملخص من النساء؟ عبد الله.
أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ألخص لكم من ما أخذنا في الأمس. أولا تحدثنا عن اختبار مهم عن من هم أصحاب الفكرة. ثانيا مشروع بسيط بناء مؤسسة حيث يكون عندنا مشكلة ونعمل لحلها. كما حدثنا أستاذنا وشيخنا الفاضل أستاذ هاني عن أمرين مهمان. أولا بدأ لنا في أبيات شعر للإمام علي رضي الله عنه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. أولا الفكرة، التركيز على الفكرة وليس صاحب الفكرة. الجمعية منظمة ذات العائد السريع المنتج، وإن من الحب ما قتل وإن من الدبة ما قتل. أحمد تابع أحمد حلمي. عقول الجمعية، الجمعية منظمة، فكرة غاية. الجمعية تحويل ملكية أعضائها إلى ملكية يملكها المجتمع. العوائق الفكرة، تحويل الجمعية. هوليود، هارفارد، جامعة هارفارد هي مؤسسة. انستيديو، الفكرة تنزل إلى المجتمع. الدراما، الإعلام، الأدب، كلها تغيير الفكر والثقافة. فينيميزن بالأمريكية، فينيميزن تتحول لحضارة وتاريخ. من يريد أن يصنع الحضارة والتاريخ لا يعيش. نذكره مع أسماء العلماء. برمنغهام، مؤسسة في كلية الطب البيروني الفارابي الزهراوي. وبعدها تكلم لنا أستاذنا الفاضل أستاذ طارق عن أسس تصميم المشاريع، مثلث المشروع، مبادرة. تصميم فكرة تتطلب 3 قضايا: 1 الموارد، المال، وقت، كوادر، فريق. الجودة، نوعية المشروع. الجودة، لاستمرار المشروع. الجودة، وزعوا بالصومال دجاج. الصومال لا تأكل دجاج. الجودة، الموارد، الزمن. الزمن، مدة المشروع وسرعته. الموارد، ما هي الموارد المالية، ما هي الموارد المادية والمالية والبشرية، ما هو المتاح منها وما هو المطلوب منها تمويله. الجودة، ما هي المشكلة وأسبابها وآثارها. الجودة معيار أساسي لتحديد هذا المشروع. هل هذا يحتاج بعث دجاج؟ ليس الحل الأمثل، بل بعث السماد ليزرعوا يستفيدوا أكثر. دراسة الحاجة، من الذي يريد يشارك فكرة أصحاب المصلحة؟ من هم أصحاب؟ لهم علاقة ودور في المشروع. من هم الوكلاء؟ العلماء، المانح، الممول، هو الذي أعطانا المال. غدا نحكي فيها. أهداف المشروع للوصول لجودة ممتازة يجب أن تأخذ: الزمن، مدة الزمن، الجدول الزمني، الوقت، الخطة التنفيذية. وأختصر عليكم في النتائج. أخذنا أيضا من الختام النتائج السلبية وتمارين نرد ونراجع سؤال: ما هي مواصفات المشروع الإنساني؟ المشروع له عمر زمني محدد وبداية ونهاية. المشروع له أهداف محددة. تنقية الماء، القرية.
تنقية الماء القرية نفكر بها كلها تغير، كما حدثتنا أستاذتنا الفاضلة المعالي تنقية الماء كانوا منظمات تقطع الطريق مسافة 1 كيلومتر مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الماء. نستخدم مشروع تنقية الماء للصحة وليس لسقاية زرع القات، المشروع غير الربحي. تعريف عملية تحديد الاحتياجات، الخطوة الأولى والأساسية عملية تحديد كم عدد الأضرار، كم عدد الناس التي تضررت، بيوت تهدمت، مدارس تعطلت، عدد الطلاب المتضررين، لنأخذ تمرين شجرة المشكلات ونعمل ورشة. وها هي رسمنا الشجرة ووضعناها في مجلة الحائط ها هناك. أتكلم عن النتائج السلبية، خسارة مادية للعائلة، عائلات، سد طرق، انهيار نفسي، إصابات جسدية ونفسية، موت تشرد، شجرة انهيار بناء سكني، سيئون في اليمن، الأسباب، الزلزال، العمر الزمني، رخاوة الأرض، سيل. الشباب أنصح الجميع عن القراءة عنها، في حضر موت، مباني من 7 طوابق، مباني من طين. والآن وضعنا سيناريو ونريد منكم تطبيقه. قرية في بلاد العربستان هجرها أهلها قسرا، ساعين للأمان من حرب ضروس، كل مجموعة تأخذ دورها، مشكلة الأيتام والأرامل. السيناريو فكرة، العمل مع الفريق. وبعدها تعلمنا خصائص الهدف، سمارت، ذكي، محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، واقعي، محدد بزمن. صياغة الأهداف، التغيير لمن، النطاق، أين، متى، تأهيل الشباب، كل واحد منا يكتب 2 هدف. وبعدها أخذنا استراحة للصلاة، لصلاة الجمعة، كما حدثنا شيخنا أستاذ هاني في خطبته الرائعة عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وها نحن بعد الصلاة للدرس نعود لنعمل مشروع المغتربين في تركيا، وصف المشكلة التي نحن بصددها، صياغة الهدف، تطوير خطة العمل التنفيذية. واللهم وصلي وبارك وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء أشكر عبد الله على الريكاب حق 3 أيام مو بس أمس. طيب، ويا ويلكم يا سواد ليلكم، مجموعتنا إذا ما حليتوا المبادرات صح بعد كل هالكلام اللي قاله، يا ويلكم. ها من الحين أقول لكم هذا تهديد، تهديد صريح. لازم المفروض نشكر عبد الله، لأنه من أول يوم كنا حكينا أي واحد عنده مصدر مفيد للمجموعة، ما في داعي، أي واحد عنده مصدر مفيد للمجموعة يسجلنا إياه على القائمة وراء. وإذا بتتفرجوا على القائمة اللي وراء، في عندنا ورقتين كاملين عباهم بنفسه، في مصادر، ويب سايتس، أرقام تلفونات لبعثات، لكليات جامعية، لحاجات كثيرة. فالمزبوط، شكرا كثير لك عبد الله، يعني أنت أدهشتنا بشغلك واللي من القلب، يعني جزاك الله خير. والله المجموعة الثانية عندكم أنت حد؟ في الأخوات، في الأخت هداية، وفي الأخت رندا. هداية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يعني مهما تكلم أخواني وأخواتي من قبل عن شكر المدربين والقائمين على البرنامج، لابد أنه نعيد الشكر ونكرر، فمشكورين جدا على هذه الجهود الطيبة، فبارك الله فيكم. أول نقطة كنت حابة أحكي فيها أنه لماذا يعني المتطوعين والمدربين وأي إنسان عمل في العمل التطوعي، لماذا يقتطع من وقته ويأتي ليعطينا دون أي مقابل؟
يعني ما العائد من هذا؟ اولا في اول يوم استاذه معالي بارك الله فيها حكت لنا جمله انه لا يعرف قيمه العمل التطوعي وحلاوته الا الذي جرب هذا العمل. يعني انا ما بدي ادخل بالسياسه مراعاه لسياسه الورشه، ولكن احنا كفلسطينيين من غزه انا شخصيا على صعيد الشخصي مواليد 91، خريجة ثلاثة حروب، يعني حرب 2008 2012 2014. فنحن اساسا وعينا على الدنيا ونحن بنعمل عمل تطوعي دون ان نوع انه هذا عمل تطوعي، بداية من جمع الملابس، جمع التبرعات، جمع المواد الغذائية للمحتاجين، فتح بيوتنا للناس في الحروب. فنحن عايشنا هذا الوضع، عايشنا العمل التطوعي دون أن نعي ذلك. النقطة الثانية بديش أطيل يعني، ولكن النقطة الثانية إنه ماشي في عنا مدربين، في عنا متطوعين، طب أنا وين من نفسي؟ أنا لازم أشتغل على نفسي. الإنسان إذا اشتغل على نفسه فلن يلقى ولو دقيقة واحدة إنه يشتغل بشؤون الآخرين، تمام؟ يعني مهما أنا بلغت من العلم فأنا لازم أشتغل على نفسي وأنهل من هذا العلم. نقطة أيضا كنت حابة أحكيها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها، فإن صاحب كل ذي نعمة محسود. ما معنى هذا الكلام؟ أنه أنا أكتم ولا لا، أنا إذا بدأت بمبادرة بمشروع بتطوع لابد أني أنا أستعين على قضاء هذه الحوائج بكتمانها حتى يتم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. نقطة مهمة جدا خلال ثلاث أيام إنه توقع الأفضل، إذا الإنسان توقع الأفضل سيأتي هذا الأفضل، فالقدر موكل بالمنطق. سيدنا يوسف عليه السلام حينما لبث في السجن طويلا، كلنا عارفين قصة سيدنا يوسف، هو الذي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فحينما لبث بالسجن طويلا نادى الله سبحانه وتعالى: يا رب لقد لبثت بالسجن طويلا. فناداه الله: أنت سألت السجن فأعطيناك، ولو سألت العافية لعافيناك. فبالتالي نتوقع الأفضل حتى يأتينا هذا الأفضل. آخر نقطة حتى لا أطيل، روح العمل الجماعي. المؤمن ضعيف بمفرده، قوي بإخوانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تعال 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 اختاري لانش تطوعتي اي واحدة اي حاجة شكرا. حد تاني يا شباب؟ ايوه مجموعتنا. انت عندكم ده المتنبي جاي مرة تانية؟ نلخص في ثلاث دقائق. ها؟ رندا فين رندا؟ تعالي قدامي يا رندا، عدي تعالي عدي معانا هنا. بسم الله. طبعا راح اتكلم عن الدوره اللي قام بها السيد الاستاذ ياسر، كانت متعلقه بال شو اسمه يعني بعض المهارات المتطلبه للشخص العامل في هذا المجال، لكن طبعا راح اكون ملخص، يعني ارجو انه ما يكون مخل وبالطبع انه ما يغني عن الدوره بالكامل. بداية نتحدث عن المهارات الشخصية المفترض تتواجد في الشخص. أول قضية وهي الأهم تقريبا اللي هي الهوب كيفر، أنه تكون يعني معطي للأمل لمن حولك. كيف تكون بهذا الشكل؟ أو عفوا، إيش العناصر الموجودة في هذا الموضوع؟ هو مفهوم إيماني بمتعلق ب عفوا نعم لخصناها، وكمان الملخص بس اللي بيش مش موجودة في نفس الدورة عشان دي عملتها في نفس ليش الشيخ عبد الله بالضبط. فرصة سعيدة وتشرفنا معرفتكم وحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية. ملخص بالنسبة ل طبعا من الذاكرة سأتكلم لأنه ما بلخصتهم على ورقة. ورشة العمل دور المرأة في المجتمع أمس كانت للمحاضرتين المدربتين، المدربة ميساء
سعيد والمدربة خولة عيسى جزاهم الله كل خير. بالنسبة للمحاضرة الأولى كانت مع الأستاذة ميساء، بدينا فيها باختبار نماذج عملية، توزيع اختبار لفترة معينة، ثم النتائج الاختبار فيما بعد بشكل طبعا رقمي. فيما بعد تم أخذ النماذج لكل مشروع، النماذج البشرية الموجودة بكل مشروع، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام. لابد من نجاح المشروع أو أن يتواجد فيه الشخص المطور والشخص المنفذ والشخص المبدع السي، والشخص الثالث اللي الرابع مفصل اللي هو أنا يعني ونسياني الشخص المفصل. لابد من وجود أربع نماذج بكل مشروع لنجاح المشروع. فيما بعد من هذه النماذج تم التوزيع على طاولات ورشات، بحيث كل ورشة فيها الأربع نماذج. ثم بدأت بالمجالات، ما هي مجالات عمل المرأة، ما هي مجالات، طبعا تم ذكر هون في مجال التعليم، في مجال التمريض، في مجال الأنشطة، في عدة مجالات لعمل المرأة. من هذه المجالات أخذنا ما هي المشاكل التي تعاني منها المرأة، تعاني منها المرأة. مثلا مشاكل كانت مشكلة المكتب الإحصائي، لا يوجد أعداد عن النساء المتواجدات هنا وهناك، عن مشاكل عن يعني مرجعية نحن كمكتب إحصائي لنا. إحدى الورشات أيضا أو المشكلة كانت عن نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، هي مشكلة. فيما بعد حلول هذه، يعني طبعا هون مشكلة مثلا على هذه الطاولة، هذه المشكلة لابد من تحليلها، تحليل المشكلة وأسئلة أسباب ونتائج، بعدها حلول هذه المشكلة، اقتراح حلول حتى تتحول إلى مشروع فيما بعد. هاي بالنسبة. فيما بعد أخذنا، ذكروني أخواتي، لا هذا عند الأستاذة خولة العمل التطوعي، لا نحن عم نحكي عن المحاضرة الأولى. ذكروني أخواتي في شيء أنا نقصته؟ تمام. بعدين بالنهاية نهت الأستاذة ميساء بالمشاريع، أنه نبني المشاريع، وفيما بعد في مجموعات واتس أنه نتابع معها. الأستاذة خولة تحدثت، بدأت طبعا عن دور الطالبات الجامعيات، وهي محاضرة هامة جدا جدا كعنوان التفعيل الجامعيات يعني في المجتمع. بالنسبة بدت بدايتها بالحديث عن نادي همة، يعني كمبادرتهم هنين، وفعلا ما شاء الله يعني همة اسمهم على مسمى، يعني مو بس هيك مثل ما قلت بشوي شعار، لا فعلا حسينا من خلال الفيديوهات، من خلال شخصيتها هي كمدربة أيضا، إنه الهمة والطاقة ما شاء الله شرارة بكل القاعة كانت. حكت دور الطالبات الجامعيات في المجتمع، المحور الثاني كان، المحور الثالث المعوقات والحلول التي تعاني منها الطالبات الجامعيات. المعوقات بالنسبة للمنظمات، المعوقات بالنسبة للطالبة نفسها، والمعوقات بالنسبة إلى المجتمع وحلول لهذه المعوقات. وانتهت باستبيان أو عفوا توزيع استمارة، اصنع فرقا، وبالمقولة التي تداولوها، من الألم إلى الأمل إلى صناعة الأثر. شكرا لكم جميعا. طيب احنا بنشكركم جميعا. الساعة كم دلوقتي؟ 10:05، يعني 11:05 كده ننقسم قسمين، قسم للنساء وقسم للشباب. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب علي ما طلعته، علي هنحل بيه في الآخر. يلا يا شباب عندكم 10 دقايق إن شاء الله. ماهر، فين ماهر؟ Thank you.